عادلة بن نوريك، ساكن برقم 121 زق 16 الحرية سيدي موم. المشكل عندنا هو البرونش ما كيما شرتي انت في الإشارة معاكسة للواد الحار، وتيفيض علينا هنا الماء تحت الديور، ودقينا جميع الأبواب وليديك ما صغاتش لهذا الأمر هذا، وهو خطير تيجعل هذه الساكنة كلها مهددة للسقوط. فلهذا اضطرينا باش تشاركونا في هذه المآسي اللي عندنا حنايا، لان درنا جميع الابواب ودقينا جميع الابواب. فلهذا ولينا اضطرينا درنا واحد الواد خارج على الاطار القانوني باش يخوي ويسبب اضرار للساكنه، واضافه الى الاضرار ديالنا حنا اللي الديور ديالنا مهدده لهاد الافه اللي كاينه ديال هذا الواد الحار. وليديك ما بغاش تصغى لهذا الموضوع تاخذه بجديه، لانه تهدد لوتيسمه هنايا كلها، الساكنه ديالها كلها عندها اضرار فادحه، اضرار جسيمه. فلهذا حنا نحاولوا ما امكن باش نلقاو شي حل اللي غيناسب هذه الوضعيه هذه ديال هذه الساكنه، لان الساكنه راه مهدده بواحد الشكل صعيب. الطلب ديالنا هو خص هاد ليديك اللي هي معنيه بالامر في الواد الحار ديال هاد المنطقه هادي ديال هاد لوتيسما وديال هاد الساكنه، خصها تاخذ بعين الاعتبار راه ساكنه هذيك، راه الناس سميتو الساكنه ديالتها راه مهدده للسقوط. فكيف يعقل بان هي الواجبات ديالها تتخلص فيها في الضوء في الماء وهذا وفي الواد الحار اللي هو اصبح تشكل علينا خطر هنا الرائحه؟ بعدا كنا دابا الاولاد ديالنا والنساء ديالنا عندهم مرض الحساسيه، المراه عندي انا شخصيا عندها مرض عندها حساسيه، فلهذا خصي يديروا النحل. في الوقت اللي تنلتجؤوا لهاد النفس وعلى هاد الديور اللي الماء تيعوم تحت منهم راه تنسببوا في رائحه كارهه. عندنا مشكل مع المياه العادمه، ان كيفيض علينا الواد الحار يعني في الصيف وفي الشتاء منذ سنه تقريبا 2003 وحنا كنعانيو مع هذا المشكل هذا. طرقنا جميع الابواب، السلطات، مشينا عند الجهات المختصه، الجهات الاداريه، مشينا عند الشركه المكلفه اللي هي ليديك. حتى لحد الساعه ما كاين حتى شي جواب، ما كاين حتى شي مراسله، ما كاين حتى شي رتور. كيجيو يديروا معاينات، كيقولنا حنا غندرسوا الملف تقريبا من 2003 والملف كيتدرس، وحنا السكان كنعانيو يعني من مشاكل كبيره، يعني البنيات التحتيه انها كلها بدات كطيح، كما عينتوا كما غتعينوا مجموعه من الضوء، يعني المنازل كلها عانات من المشاكل يعني كبيره ماديا من الاساس ديالها. وبالتالي كنشوفوا ان الطوابق اربعه الطوابق وخمسه كلها كتعاني من الاساس ديالها اللي هو الصح ديالها. كنضر كل مره، عندنا خسائر كثيره، البنيه التحتيه، يعني عندنا ناس ساكنين ممكن هاد المنازل تسقط في اي وقت. التجئنا ليديك شحال من مره ولكن حتى واحد ما صغالينا، والتجئنا لكم انتم دابا باش توصلوا الصوت ديالنا لهاد الناس هادو. المشكل ان هاد الماء هذا كيدخل لينا على المحلات ديالنا، يعني عندنا خسائر كثيره. المحل ديالي انا تكرفص، خسر لي فلوس كثيره، يعني بغا ندير فيه واحد المقهى دابا حبست. تواصلنا معاهم ما كاين حتى شي حل، حتى حد ما استجب لينا، لدرجه ان اضطرينا اننا نخرجوا هاد القادوس، فهمتي، خرجناه وضرينا ناس اخرين. الوقت اللي خرج هذا ضرينا ساكنه اخرى، مضرين حنا وضرينا معنا ساكنه اخرى. يعني كنطلبوا منهم انهم يديروا معنا شي حل.